Introduce the next speaker, Professor Mustafa Al-Fishawi, on rapid diagnostic in pediatric ICU patients. Professor Mustafa is consultant of infectious diseases. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف شكر على دعوتي النهاردة للحضور. أشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر وشركة بايوميوريا على دعوتي. أنا اسمي دكتور مصطفى الفيشاوي. أنا قليل لما باجي في مؤتمرات الأطفال. أنا دكتور أدلت في قسم البطنة في القصر العيني، كنت نايب ومعيد وبعدين سافرت أمريكا، اشتغلت 3 سنين internal medicine في ماونت سيناي وسنتين في بيتسبورغ انفكشس ديزيزز، وبعد كده تخصصت ترانسبلانت انفكشس ديزيزز. هنا بشوف اطفال طبعا مع دكتور مجدي يعقوب وفي شفا الاورمان ودار الفؤاد وكده. هدفي ان الناس تعرف سبيشاليتي اوف انفكشس ديزيزز. النهارده هتكلم على الرابيد دايجنوستكس ان بيدياتريك اي سي يو بيشنتس. دي ديسكلوجرز، هنط عشان الوقت احنا متاخرين. الرابيد دايجنوستكس هي ايه؟ هي التس اللي احنا بنستعملها علشان نشخص بسرعه الانفكشنز. احنا في ستادي اتعملت كومار اتال، لقوا ان لو اتاخر الانتي بايوتيك الصح ساعه واحده بس العيان السبتيك شوك، المورتاليتي بتزيد 7.5%. فمعنى ان انا اتاخر ساعه يبقى هيزيد المورتاليتي 7.5، يبقى معنى كده لازم ادي الانتي بايوتيك بسرعه. طبعا الرابيد دايجنوستكس هي التحاليل التيرن اراوند تايم بتاعها عالي، يعني انا ممكن تكون النتيجه بتطلع في ساعه او ساعتين او 3 ساعات، عاده بتبقى بي سي ار بيزد او مالتي بلكس تيستينج او المالتي تاف. الايديال دايجنوستيك تيست اللي هو يبقى لازم يكون ليه رابيد تيرن اراوند تايم كان بي بيرفورمد في اليوجوال سامبلز، لازم يكون هاي سنسيفيتي سبيسيفيتي وبريدكتيف فاليو، لازم يكون في availability في different settings. يعني ايه availability في different settings؟ يعني لازم الجهاز ده هو يكون موجود في مكان سنترال لو انا هيكون عندي محافظه نائيه، لازم يكون موجود في الوزاره لو انا هقدر استخدمه للدايجنوزز، لازم يكون التحاليل دي كوست افكتيف ومحتاجه تكون في مينيمال لوجيستكس. يعني انا علشان اعمل رابيد دايجنوستيك استعمله في السبسس لازم ان انا اكون الجهاز موجود وبسيط وسهل ويكون ممكن يعني ادور عليه بسهوله، ابقى عارف ان المحافظه اللي انا فيها الجهاز موجود فين علشان خاطر اقدر ان انا احوله. من الرابيد دايجنوستكس طلع حاجه اسمها سندروميك تيستينج. يعني ايه سندروميك تيستينج في علم الانفكشس ديزيزز؟ سندروميك تيستينج ده يعني معناها ان انا بدل ما بطلب تحليل لتشخيص مرض انا بطلب تحليل لتشخيص مشكله. يبقى اذا سندروميك تيستينج ده عشان يشخص مشكله مش عشان يشخص مرض. يعني ايه؟ يعني لما يجي لي العيان عنده سبسس، عنده بلاد ستريم انفكشن، عنده بكتيريا في الدم او فانجس في الدم، يبقى انا بعمل البانل بتاع السبسس في البلاد. لما يكون عندي عيان عنده نمونيا يبقى انا مش ببعت تحليل للليجينيلا، انا مش ببعت تحليل للمايكوبلازما، انا مش ببعت تحليل للستاف او ستريب، انا ببعت تحليل يشخص كل اسباب النمونيا. لما يكون عندي كوميونتي مننجايتس، وطبعا ده تختلف اختلاف كبير جدا عن الهيلث كير مننجايتس، عشان في ناس بتبقى ساعات تطلب تحليل الكوميونتي لتحليل الهيلث كير هم مختلفين تماما. فبالتالي لازم ان انا اخلي بالي ان انا لما يجي لي طفل عنده مننجايتس انا اطلب له الباكج. ميزه الحاجات دي انها بتجمع كل التحاليل اللي انا محتاجها في وان اوردر سيت. الحاجه الثانيه انها بتديني رابيد كلينيكال ريزلت، فانا بقدر ان انا اخد قرار، سواء القرار ان انا احجز العيان ولا ما احجزوش، سواء القرار ان انا هدي علاج ولا ما اديش، وهدي ايه العلاج. البانلز بتختلف من شركه لشركه. احنا في مصر عندنا كذا شركه بتعمل بانلز للرابيد دايجنوستكس. احنا عندنا في القصر العيني في جهازين، فاست تراك وبايوميوريو. احنا النهارده دي محاضره بتاع بايوميوريو بتتكلم على البايو فاير، وهنقول ايه المميزات بتاعته او ايه البانلز بتاعته علشان خاطر نبقى فاهمين ايه الطريقه للتشخيص بالحاجات دي. طيب احنا في ستادي اتعملت في جامعه تينيسي، كانت اتعملت في بيدياتريك هوسبيتال، كانوا عايزين يعرفوا
ايه الاختلافات او ايه الفوائد بتاعت الرابيد دايجنوستكس، وجمعوا الحالات. كان فيه 301 positive blood culture وكان عندهم 196 gram positive 44 gram negative 32 كانت polymicrobial، ولقوا ان الفكرة في ان الرابيد دايجنوستكس دي ادت ان احنا نقصر المدة اللي بنختار فيها الانتيبيوتيك الصح، لكن كمان لقوا فايندينج تانية ان الرابيد دايجنوستكس ساعات بيكون فيه اختلاف الصبح عن بالليل، لان لما لازم يكون في دكتور موجود بالليل عشان ياخد الديسيجن، لان التست دي بتطلع النتيجه عاده في ساعه لثلاث ساعات. احنا في مصر الاستادي دي عملتها دكتوره اماني الخولي والفريق معاها على ثلاث مستشفيات في دار الفؤاد والقصر العيني وجامعه عين شمس. الاستادي دي كانت اهم استادي علشان اي واحد فيكم هيقرا بيبر عن الرابيد دايجنوستكس هيلاقي ان في امريكا الرابيد دايجنوستكس مش بتاثر قوي على المورتاليتي، والسبب في كده بيكون عاده لان الانسنس اوف ريزيستنس عندهم قليل. انا كنت اشتغلت فتره في التشيلدرنز هوسبيتال اوف بيتسبرغ، واشتغلت كمان في المستشفى بتاعت الكبار بتاعت بيتسبرغ. كان لما بيجي لنا حالات كاربابينم ريزيستنت الانسنس بتاعها بتكون قليله جدا، اقل من تقريبا 5%. لكن في مصر البيبر اللي اتعملت دي لقت ان 96% من الام دي ار في الثلاث مستشفيات الكبيره كان عندهم اي اس بي ال، والكاربابينم ريزيستنت جينز كانت في 53%. واكيد اكيد اكيد كل اللي قاعد قدامي عارف ان هو لما بيشتغل في الرعايه او في الحضانات بيجي له المزرعه اللي كلها ريزيستنت، او بيجي له المزرعه اللي كلها فيها ريزيستنت ميروبينم واميبينم، وبيضطر يلجا للكوليستين والتيجا والكلام ده. طيب هل ينفع نعتمد على بس الرابيد دايجنوستكس؟ الاجابه لا. او كان في ستادي اتعملت في فرنسا كانت بتتكلم على ان الرابيد دايجنوستكس لو اعتمدت عليها هي لوحدها بس من غير البيز كلتشر، المشكله ان هيكون في اخطاء. ليه؟ لان الرابيد دايجنوستكس او البانلز دي لما اتعملت اتعملت مش عشان كل حاجه. اللي اتعمل عشان كل حاجه ده ممكن نتكلم عليه في مره تانية، اللي هو الميتاجينوميك سيكونسينج اللي عملناه في القصر العيني من ثلاث اسابيع. لكن احنا عايزين نقول ان انا مش بقدر اديتكت كل الاورجانيزمز، لكن انا بديتكت ذا موست كومن اللي هم تقريبا 95 ل 98% من الباثوجينز. فبالتالي لما انا هبعت بلاد كلتشر ويطلع لي 95 ل 98% دي نتيجه انا شايف انها كويسه لو هتطلع في خلال ساعه او ثلاث ساعات. طبعا في اوفر يوز بيسموها في امريكا ذا شايني توي. يعني ايه؟ يعني لما الطفل بتدي له لعبه جديده بيحب يلعب بيها ويسيب كل حاجه، وبعد كده تجيب له لعبه جديده يلعب بيها ويسيب كل حاجه. نفس الحكايه بتحصل عندنا كدكاتره، ان احنا لما بيكون في تيست جديد بيبقى كل واحد نفسه ان هو يطلبه او نفسه ان هو يعني يشوف النتيجه بتاعته، فبالتالي بيحصل ابيوز. طبيعي، حاجه نورمال. الابيوز هيحصل شويه شويه وهنوصل للاوبتيمال يوز للبانلز. دي البانلز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. البانلز دي هي البكتيريا او الفنجاي والريزيستنت جينز اللي موجوده في البلاد كلتشر. انا لما هاجي ابعت عينه بلاد كلتشر هتجيلي مع الازازه الريزلت دي. هل في عندي جرام نيجاتيف بكتيريا في البلاد كلتشر؟ هل في عندي جرام بوزيتيف بكتيريا في البلاد كلتشر؟ هل في ييست في البلاد كلتشر؟ هل في ريزيستنت جينز؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما هيكون عندي طفل في الاي سي يو، احنا مثلا في مجدي يعقوب عملنا بروتوكول مع بايوميوريا ازاي ان احنا نعمل للاطفال بروتوكول للمانجمنت للسبسس. انا هسحب البلاد كلتشر، هاخد الازازه هحطها على الجهاز بتاع البايوفاير، بعد ما هتتفلاج هتقول لي هل في جرام نيجاتيف بكتيريا؟ يبقى انا عرفت ان الولد عنده ايكولاي. يبقى انا لما باجي ادي امبيريك مانجمنت هبقى عارف ايه الانتيبيوتيك اللي انا هقدر اديه. ليه هبقى عارف الانتيبيوتيك اللي اقدر اديه؟ لان الريجولر كلتشر ميثودز بتاعتنا بتاخد تقريبا 24 ل 72 ساعه في المعامل الممتازه عشان تطلع النتيجه، لكن انا هنا اقدر ان انا اطلع نتيجه في خلال خمس ست ساعات، طبعا بعد ما الكلتشر تعمل فلاجنج، لكن بعد الفلاجنج هيكون ساعه واحده بس. يبقى بعد الكالتشر طلع لي حاجه جرام نيجاتيف ايكولاي، يبقى انا عرفت ان السبسس اللي عند الولد ده من مكان فيه الايكولاي، مثلا من بطنه حيث الايكولاي عايشه، يبقى انا عرفت البكتيريا ايه وعرفت السورس ايه. ولما يطلع لي الجين اوف ريزيستنت اوكسا 48 يبقى انا عرفت كمان الانتيبيوتيك اللي انا اقدر اديه للبكتيريا، لان انا بستعمل الجينز اوف ريزيستنس كانها فينوتيبك فايندينج، كانها بتديني كالتشر. لما انا اقدر اعرف
الريزيستنت جين بتاع البكتيريا دي، يبقى انا اقدر اعرف ايه البروتين اللي هي بتطلعه، ايه نوع البيتا لاكتاميز، فبالتالي اقدر ادي الايه الانتي بايوتيك الصح. لو انا عندي ستاف اوريوس وعندي ميك اي، يبقى انا عرفت ان البكتيريا دي اسمها ام ار اس اي، يبقى انا هدي فانكومايس. لو انا عندي مثلا كليبزيلا ولقيت عندها ان دي ام، يبقى انا عارف ان الميروبينم مش هينفع ولازم ادي تايجيسايكلين او كوليسترين. اتفقنا؟ انا عندي طلع لي كانديدا البيكانس في البلاد كلتشر، يبقى انا اوتوماتيكلي لازم هدي حاجه تكفر الكانديدا، زي ان انا هدي ايكاينوكاندين، انادولا فانجين، مايكا فانجين او كاسبر فانجين. الريسبيراتوري بانلز اللي عندنا، هي في بانل اسمها ريسبيراتوري وبانل اسمها نمونيا. هدف البانل بتاع الريسبيراتوري والنمونيا ايه؟ هدفها انها تايدنتيفاي الفيروسز والبكتيريا اللي ممكن تكون في اللونج. طبعا احنا لازم نبقى عارفين ان البكتيريا بتتقسم لحاجه سيمي كوانتيتيف وحاجه كواليتيتيف. يعني ايه؟ يعني انا لما بيكون عندي بكتيريا نورمالي ممكن تعيش في الاير واي، انا لما هعمل تحليل فيري سنسيتيف بي سي ار بيس تيست طبيعي انها تطلع بوزيتيف. فبالتالي الجهاز لما جه الناس يصمموه، صمموه على اساس ان احنا نديتكت، وكمان كانك ندي لك كميه الايه البكتيريا دي قد ايه، عكس الكواليتيتيف اللي بتطلع بوزيتيف او نيجاتيف. ليه؟ لان البكتيريات ده مش المفترض انها تكون عايشه في الاير واي بتاعي. طالما مش المفترض انها تبقى عايشه في الاير واي، فانا مش هديك رقم، انا هديك يس نو. لكن لما تكون حاجه ممكن تكون عايشه في الاير واي بتاع النورمال بيرسونز، فانا لازم اديها لك برقم عشان انت تقدر تستنتج تشوف ده كولونايزيشن ولا انفكشن. طب الفيروسز بقى، اهميه الفيروسز دي انها تعرفني سبب الريسبيراتوري ديستريس اللي عند الطفل ده ايه. طبعا مش منطقي ان انا اعملها لكل الناس. يعني انا لما خدت ابني مره كان حرارته 40 ورحت للتشيلدرن هوسبيتال في بيتسبورغ وقلت للدكتور من فضلك اعمل لي الريسبيراتوري بانل. قال لي عايز تعمل ريسبيراتوري بانل ده ليه؟ قلت له عشان ابني سخن وقاعد يكح. قال لي انت بتهرج، ده التحليل ده ب 2000 دولار انت بتطلبه؟ قلت له انا بطلبه كل يوم، انا فيلو ترانسبلانت انفكشس ديزيز. قال لي ده العيانين الترانسبلانت، لكن ابنك عيل صغير عنده مشاكل؟ قلت له لا. قال لي خلاص يبقى مش محتاج التحليل، ياخد بروفين هيبقى زي الفل. وبناء عليه ده نفس اللي احنا عايزين نقوله، انا لما بيكون عندي طفل سليم مفيش اي داعي مع نزله البرد ان انا هعمله فايرال تيستينج. لكن لما يكون عندي طفل دخل الاي سي يو او اتحط على الفنتليتر عشان عنده نمونيا، ده في داعي ان انا اعرف الفيروسز، لان الفيروسات دي ليها علاج. لو انا عندي طفل عنده 7 سنين اتحط على الفنتليتر علشان عنده ادينو فيروس، هتكلمني هقول لك العيان ده ياخد سيدوفوفير. لو الطفل ده اتحط عشان عنده ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، هقول لك هتدي له باليفيزوماب او تدي له ريبافايرل. لو اتحط عنده انفلونزا هياخد اوسلتاميفير، لو عنده كوفيد هياخد علاج الكوفيد. لو يبقى كل حاجه، الحاجات الثانيه ليها اي في اي جي وساعات حاجات ضوف، يبقى كل حاجه من الفيروسات دي ليها علاج لو الطفل بقى كريتيكالي ايل اتحط على الفنت، او لو الطفل ده طفل عامل ترانسبلانت. يبقى لو عندي عيان اورام هياخد علاج، عندي طفل زرع كبد او زرع كلى او زرع بون مارو هياخد علاج مع الريسبيراتوري ايلنس. لكن الطفل السليم اللي جاي العياده طبعا مش هنعمل له التحليل ده، واضحه؟ يبقى اذا التحليل ده بنعمله للطفل اللي اتحط في الاي سي يو، او التحليل ده بنعمله لو عيان اصلا طفل اميون كومبرومايز. الجاسترو انترايتس بانل دي هدفها ايه؟ هدفها انها مالتي بلكس بي سي ار، ان احنا بنديتكت البكتيريا والبارازايتس والفيروسز اللي ممكن تعمل دايريا. اشهر حاجه احنا بنشوفها في عيانين الترانسبلانت هي النورو فيروس، وده كومن لحضراتكم اللي بيشتغل كتير بيدياتريك ترانسبلانت، هيلاقي ان النورو فيروس هو من اشهر اسباب الدايريا، انليس طبعا ان الطفل كان عنده سي ام في. لكن الاذر كومن بكتيريا موجوده هنا، ومنها كمان الايكولاي 0157 اللي احنا عارفين اللي ممكن تبقى ريسك للاتش يو اس، ولو اديتها انتي بايوتيك ممكن يعمل مشاكل للطفل. المننجايتس والانسفاليتس بانل هي من اشهر البانلز اللي احنا بنستعملها، او اشهر المالتي بلكس اللي احنا بتستعملها. ليه احنا بنستعمل البانل ده؟ احنا بنستعملها لما بيجي لنا طفل عنده ساينز اوف مننجيال اريتيشن، او طفل عنده فيفر ونيورولوجيكال ديفيسيت، ساعتها هقدر ان انا اسحب السي اس اف. ولما اعمل بعد ما اسحب السي اس اف هيديتكت ايكولاي وهيمافلس انفلونزا والاستيريا ونايسيريا وستريب
هيدتكت الكريبتوكوكس، هيدتكت الفيروسز. يبقى ايه اهميه الكلام ده؟ انا لما هيجي لي طفل يحجزه في المستشفى هديله علاج 14 يوم اسايكلوفير، تكلفه هتبقى الافات، لكن لو انا عملت التشخيص الصح هقدر ان انا ادي العلاج الصح. يبقى واحد اتس كوست افكتيف، اتنين انا لما هشخص الطفل صح هقدر ان انا اتابع واعرف هو عنده فعلا هيربس انسيفالايتس ولا لا. واحنا طبعا شفنا عيانين السي ام في انسيفالايتس، وشفنا الاتش اتش في 6، وشفنا الفاريسيلا زوستر. ممكن اخد دقيقتين عشان الصلاه؟ تمام، شكرا. طب انا بس هجيب اخر سلايد. انا كنت حاطط اكزامبلز علشان خاطر لو حد للباترنز. ده الايميل بتاعي وده الرقم، لو اي حد عايز يسال اي حاجه سواء immune competent child او immune compromised child انا تحت امركم، خلوا الرقم معاكم انا برد على كل الناس. تمام، الف شكر. بنشكر الدكتور مصطفى الجميل على المحاضرة الجميلة بتاعته، بصراحة حاجة براكتيكال وحاجة في شغلنا.